السلام عليكم. فيروس كورونا يدشن سلالته الجديدة بالعراق. إعلان رسمي جاء بعد أيام قلائل عن تحديد مواعيد الإغلاق والحظر لمنع المزيد من الأرقام الذاهبة نحو التصاعد في المواقف الوبائية. حزم إجراءات وقائية وأمنية موعدها الخميس المقبل. حذر ينتاب المواطنين بعد الكشف عن مديات وخطورة كوفيد الجديد وإمكانية إصابته للأطفال. حظر قد يمدد إلى حظر أطول، وإغلاق قد يتطور ليكون شامل. كل ذلك يعتمد على تطورات ما سيطرأ على البيانات الصحية. أسبوعان فاصلان على مستوى مواجهة كورونا بجولتها الثانية. أسبوعان ويكون اللقاح قد وصل العراق بحسب ما تعلن الجهات المعنية. وعلى قاعدة أن تأتي متأخر خيرا من ألا تأتي، تترقب المستشفيات اللقاح القادم من 3 دول مختلفة ليكون بارقة أمل صحية أو معنوية للمواطنين المشمولين وغير المشمولين بقائمة التطعيم. وإلى ذلك الحين ستبقى كل الخيارات محتملة وقريبة من الواقع الذي يراد له أن يكون مختلف، خال من الخوف، خال من القلق، بتعاون الجميع والتزامهم بالقيود المحددة رغم تداعياتها النفسية المعيشية على مستوى الطبقات العاملة والمتدنية، وهي فئة واسعة من الشعب وفق إحصائيات الفقر في البلاد. إذن سيكون معي ضيوفي لهذه الحلقة، نرحب بهم بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. جديد، أهلا بكم مشاهدينا الأكارم. معي اليوم الدكتور رياض الحلفي، مدير عام الصحة العامة بوزارة الصحة. تفضل دكتور، يا مرحبا. وأيضا اللواء خالد المحنى، المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية. أهلا وسهلا. أهلا دكتور، يا مرحبا بك. أهلا سيادة اللواء، يا مرحبا. شلونكم؟ إن شاء الله زينين. الله بالخير دكتور. الله بالخير سيادة اللواء. نبدأ وياك دكتور رياض. يعني عدد الإصابات انخفاض شديد في الأيام الماضية، اليوم ارتفاع، البعض يؤشر ارتفاع عالي، البعض يطمئن، البعض يخوف. ما الذي يحدث في ساحتنا؟ تفضل. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ سيف. الحقيقة احنا يمكن انتم تطلعون على بياناتنا السابقة في الأيام التي كان معدل الإصابات يتنازل بشكل سريع، ايضا من 4000 إلى أن وصل إلى تقريبا 500 في بعض الأيام. ونحن ندلو ببيانات محذرة بأن العراق ليس بمنأى عن الارتفاع. في ذلك الوقت كان هناك ارتفاع في كل الدول الأوروبية ودول المنطقة، ونحن لا نختلف عن العالم، وكنا نتوقع هذا التصاعد والتوقعات لعدة أسباب. أولا ربما الانخفاض الذي حدث هو نتيجة انتشار المناعة المجتمعية في بداية الأمر، وهذه المناعة ليست دائمية وليس لها وقت طويل، ربما تنتهي وتبدأ مرة ثانية. يكون المصاب الذي أصيب سابقا أن يكون معرض للإصابة، بالفعل الآن احنا نسجل حالات متكررة، إصابات متكررة. الأمر الثاني بأنه احنا فتحنا كل المرافق الحيوية ولا يوجد أي التزام بالإجراءات الوقائية بالشارع العراقي. أقولها بملء الفم، لا يوجد في الأيام السابقة وحتى الآن. أنت اذهب إلى الشارع لا توجد هناك أي مظاهر لارتداء الكمام، وكثير من أنا أسميها أوهام أو خرافات بدأت تنتشر كأنه الفيروس ضعف، المناعة المجتمعية عمت البلاد ولا خوف من الفيروس. ومن هذه الأفكار التي أشيعت تساهل المواطن وغيره سواء المثقف وغير المثقف بخلع الكمام وعدم الاهتمام بالتباعد، والنتيجة كنا نتوقعها ظهور سلالة جديدة في العالم، ارتفاع المعدلات في العالم. في أقوى الأنظمة الصحية والتي بدأت باللقاح صار أشهر والحالات تتصاعد، فكيف بالعراق؟ لذلك هذه
الارتفاع ناتج من هذه الأسباب، إضافة إلى اليوم كما أعلنت وزارة الصحة أنه إحنا شخصنا ظهور السلالة في العراق والتي قد تكون هي السبب الحقيقة في هذا الارتفاع السريع خلال الأيام الماضية. أنا أتوجه للسيد خالد وبعدها أرجع لك. كورونا اليوم تحشد قواتها الخبيثة وحضرتكم تحشدون قواتكم الأمنية، تحدث لي عن الحظر المرتقب في يوم الخميس القادم. نعم، تحياتي لحضرتك وضيفك الكريم وإلى جمهورنا العزيز. الحقيقة وزارة الداخلية يعني لديها إجراءات عديدة وفي إطارات عديدة، يعني هي ملتزمة منذ بداية ظهور وباء كورونا بتوصيات الصحة والسلامة، لكون اليوم وزارة الداخلية وزارة كبيرة وتتصل في علاقاتها مع الجمهور، لا سيما في الدوائر التي لها مساس مباشر بالمواطنين كدوائر الجنسية ودوائر المرور وغيرها. لذلك الفترة الماضية كانت هنالك إجراءات، منها التباعد الاجتماعي والتطبيق توصيات الصحة والسلامة، وكذلك تحديد أعداد المراجعين عن طريق التقديم الإلكتروني وتحديد أعداد المراجعين لكل دائرة. أيضا يعني فيما هنالك إجراءات تتعلق بتنفيذ التوصيات الإلزامية لمقررات لجنة الصحة والسلامة الوطنية، وعادة وزارة الداخلية يكون دورها كبير في تطبيق أغلب هذه الإجراءات، لا سيما المتعلقة منها بالحظر ومنع التجوال وفي ساعات معينة وإنهاء التجمعات أو محاسبة الأشخاص اللي يقومون بمثل هذه التجاوزات. قيادة وزارة الداخلية ذهبت أبعد من ذلك. الآن السيد الوزير الداخلية، يعني لكون الموضوع يمس حياة المواطنين ولكونه يشكل تهديد خطير على المجتمع العراقي، وضع كل إمكانيات الوزارة من أجل قطع سلسلة هذا الوباء من خلال كثير من الأعمال اللي هي أصلا ليست من صلب عمل وزارة الداخلية مثلاً. يعني مثلا حملات التعفير الكبرى اللي أطلقتها الدفاع المدني، والآن تعد العدة لإطلاق مزيد من هذه الحملات لتشمل عموم المناطق في بغداد والمحافظات. أيضا لدينا حملة توعية كبيرة راح تطلقها وزارة الداخلية من خلال أجهزتها الشرطة المجتمعية ومديرية العلاقات والإعلام ودوائرها المنتشرة في كل مكان، راح تكون هنالك حملة توعية وتثقيف لإيماننا بأهمية التوعية في هذا المجال. يعني اليوم نتكلم بصراحة، إذا كان المواطن على دراية وتطبيق كل يعني إجراءات الصحية، أكيد راح يكون هنالك يعني قطع لسلسلة هذا الوباء. يعني اليوم المواطن لما يلتزم بالكمامة ولما يلتزم بالتعقيم والابتعاد عن التجمعات وغيرها، أكيد راح يحافظ على أسرته بالدرجة الأساس ومنطقته وبلده. طيب أرجع لك دكتور رياض، اليوم أطل علينا وزير الصحة يحذر تحذير شديد، بصراحة تخوفنا بعد هذا التحذير، تخوفنا مني اللي احنا عايشين، لانه تحدثت حضرتك بالاستهانة اللي مستهينها المواطن العراقي ومو الكل، يعني بصراحة تحدث عن ظهور السلالة الجديدة، الوضع خطير، اجراءاتنا الاحترازية بالعراق بالمستوى المطلوب لمواجهة هذه السلالة الوداع. اذا تم تنفيذ القرارات التي أصدرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشكل تام وصارم، أعتقد ستؤدي إلى انخفاض في المعدلات الإصابة في الأيام القادمة. هذا يعتمد على التطبيق. إذا لم تطبق، يعني إحنا اليوم يفترض أول توصية كانت هي منع التجمعات البشرية كافة، غلق المطاعم، هذه المناطق التي تكثر فيها التجمعات، مناطق كلها الشعبية كلها تتوقف، التزام المواطن بارتداء الكمام، لذلك صارت إحدى التوصيات يمكن تعرفون بفرض غرامات. هذه إذا طبقت بشكل كبير، وخاصة ارتداء الكمام، أرجع أكرر ارتداء الكمام الذي تساهل في كثير ناس وهو أخف إجراء، يعني هو لا يكلف
شيء الآن سعر الكمام بسيط جدا بالسوق ولا يكلف أي ثقل على المواطن. هذا إذا تم تطبيقه بشكل صارم أنا أعتقد سوف تبدأ لأنه تنقطع عقليا تنقطع سلسلة انتشار الفيروس. بخصوص الكمامة صحيح الصحة العالمية قالت أنه يعني التوتال أو العدد النهائي داخل العراق نسبة بنسبة 2% عندنا ارتداء الكمامة. هذا الرقم نعم صحيح؟ إحصائياتكم إيش قد؟ حقيقة لا توجد إحصائية بهذا المنوال بشكل يعني دقيق، ولكن الشارع يعني والملاحظة بالشارع لا يوجد التزام بال، يمكن بياناتنا السابقة كانت تذكر يكاد يكون الالتزام صفرا حتى في هذا المصطلح صدرت البيانات في التزام المواطن بارتداء الكمامات بارتداء لبس الكمام. يعني خلال الفترة اللي مضت كان التزامنا صفر تقريبا للفترة الماضية، وهذا ما كنا نخاف منه ونحذر منه بأنه هذا التهاون بهذا الإجراء الوقائي البسيط سيؤدي إلى ارتفاع بنسبة الإصابات، وخاصة إذا كانت السلالة قد دخلت العراق، سواء دخلت إحنا لا نعلم هي دخلت أم هي تحورت داخل العراق. على ماذا استندتم هذا يحتاج دخلت أو تحورت داخل العراق؟ الآن إحنا شخصنا وجود السلالة زي. هذا شكل السلالة الجديدة ولكن هل هي سلالة خاصة بالعراق تحور الفيروس داخل العراق أم هو من السلالات التي ظهرت في بريطانيا مثلا؟ هذا لا نعلمه إلا بتقنية أخرى إن شاء الله إحنا أرسلنا بعض النماذج إلى المختبرات المرجعية، وهذه الإمكانية التي إن شاء الله سوف تتوفر لدينا في القريب العاجل، سنحدد ما إذا كانت هذه السلالة تحورت داخل العراق أم هي جاءت وافدة من البلدان. طيب طيب أنا خليني أيضا نتحدث أمنيا سيادة اللواء، الإجراءات اللي راح تطبق في أوقات النهار بأيام الحظر الجزئي راح تكون طبيعية لو تفرض بها بعض القيود؟ يعني هذه المرة هنالك تنسيق مع وزارة الصحة بيعني فرض غرامات على الأشخاص اللي ما يرتدون الكمامات. هنالك قوانين في يعني تتعلق بالجانب الصحي، نحاول نستثمر هذه القوانين حتى نحث المواطنين على الالتزام بهذه الإجراءات، وبالتالي هي الفائدة تعم لعموم المجتمع. أيضا هنالك غرامات تصل إلى 5 مليون دينار للأشخاص اللي يقومون بتجمعات أعراس مآتم غيرها من هذه التجمعات، راح تكون يعني قواتنا الأمنية يعني تتخذ الإجراءات الكفيلة. 5 مليون بالنسبة للغرامات بتجمعات. نعم بالنسبة للغرامات وبالنسبة للمركبات أيضا راح يكون هنالك حجز للمركبات المخالفة واللي تخرج بالأوقات اللي الممنوعة، ويعني راح تكون هنالك إجراءات شديدة من قبل القوات الأمنية. وبالتالي هو الموضوع ليس الغرض من معاقبة المواطن، إنما هو حث المواطنين على الالتزام بهذه الشروط. أنا كثير من المواطنين يعني عندما نلتقي بهم يقول أنا صار بي كورونا وبعد ما يصير بي مرة ثانية، مثل ما تفضل الجناب الدكتور فعلا أغلب الناس اليوم نفس هذا الـ 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 وهذا سبب قلة الوعي. أعتقد المرض كما أثبتت الدراسات وتقارير منظمة الصحة العالمية أنه طيب. من الممكن أن يعود للشخص يعود بعد شهرين ثانية. نعم نعم. طيب هذه الغرامات اللي نتحدث عنها، سمعنا بعض الغرامات أنه فقط 5 مليون على أصحاب التجمعات، لو هنالك فئات أخرى ستغرم حال يعني خرقت هذا الحظر. أي شخص يقوم بتجمع ينطبق عليه هذا الحظر، اي من اي نوع كان، يعني كل طيب. انواع التجمعات. طيب دكتور، بخصوص المصاب يصاب مره ثانيه، ما حقيقه هذه المعلومه؟ هل اليوم اكو استهانه مثل ما حكى سيد اللواء، اكو استهانه بالشارع العراقي، انا مصاب؟ طبعا انا شخصيا سمعت هذه المعلومه، انا مصاب انا بعد ما اصاب مره ثانيه، هذا صحيح لو لا؟ نعم هذه انتشرت في الاوساط العراقيه وحتى عالميا ترى انتشرت بعض عدم الالتزام بارتداء الكمام هو ناتج من اعتقاد المصاب بانه لا يصاب. منظمه الصحه العالميه اصدرت اكثر من بيان بانه لا توجد هناك اي دلائل علميه بعدم اصابه المصاب مره اخرى، لانه لحد الان المرض
كيف نعلم بأنه المصاب لا يصاب مرة؟ إذا مضى وقت طويل على هذا المرض، سنتين 3 سنوات، وتم إحصاء المصابين ولم يصاب منهم أحد بالرغم من وجود المرض وإصابة الكثير، عند ذلك البحوث العلمية ستثبت بأنه عدم إصابة المصابين. الآن لم يمضي على المرض وحدثت عدة إصابات متكررة، سواء في العالم سجلت وعندنا أيضا سجلت إصابات متكررة، أكثر من شخص الآن لا توجد لدينا الإحصائية، بس عندنا إحصائية أكثر من 100 شخص، يمكن عندنا إحصائية هؤلاء تم تسجيل إصابتهم مرة ثانية، لأنه تعرف هذا اختلافات في شخصية مناعية، يعني من شخص إلى آخر تختلف قوة مناعته تجاه المرض. هناك من تتولد لديه مناعة تقاوم 6 أشهر ربما أو أكثر، وهناك من تتولد لديه مناعة لمدة 1 أو 2 شهر وثم ممكن يصاب مرة أخرى. فلا يوجد أي دليل بعدم إصابة المصاب مرة أخرى، كل الاحتمالات قائمة، لذلك ارتداء الكمام. نفترض أيضا أن المصاب لا يصاب لكن هو ناقل للمرض، هو شنو معنى لا يصاب؟ مو معناته ما يدخل الفيروس، هو يدخل الفيروس ولكن ليس ويبدأ بعملية المرضية، ولكن عمليته المرضية تخفق بوجود المناعة، ولكن نقل الفيروس لا يمنع من نقل الفيروس. فإذا ارتداء، لذلك دائما أنا أقول ارتداء الكمام هو سلوك أخلاقي. إذا أنت كنت تعتقد نفسك أنه لا تصاب، فإذا يجب عليك أن تحمي الآخر من نقل، مثل اللي يدخن سجاير، دخن سجاير ليس من حقك تدخن سيجارة وتلوث الهواء النقي. الآن حقي أن أتنفس هواء نقي، أنت جاي تلوثه إلي، فأنت صح حريتك، بس حريتك لا تتعدى حريتي. ارتداء الكمام كذلك. معادلة جيدة. سيد جواد الموسوي، مقرر لجنة الصحة يقول أن السلالة الجديدة دخلت العراق منذ أسبوع تقريبا وفاقمت الإصابات، إذن السلالة الجديدة اليوم موجودة عندنا بالساحة العراقية؟ طبعا أكو فرق بين وجود السلالة واكتشافه. احنا اليوم اكتشفناها بس لعله موجوده قبل اشهر وليس قبل اسبوع، لا نعلم ذلك. احنا اكتشفناها لان احنا حقيقه وفرنا كتات. لعله موجوده قبل اشهر، ربما لا نعلم، يعني ما عندك معلومه اذا كانت موجوده قبل اشهر. يعني الاكتشاف الان اكتشفنا، احنا اكتشفنا الان لانه الان حصلنا على الكتات المتطوره التي تستطيع ان تكشف، يعني لكن المعطيات الوبائيه ربما هذه السلالة موجودة في لحظة ارتفاع الإصابات بشكل سريع، هو هذا لأنه نعتبرها الآن ربما هي السبب في هذا الارتفاع السريع في عدد. طيب ليش وزارة الصحة لعد كانت تنفي خلال الفترة الماضية بعدم وجود واكتشاف هذه السلالة إذا هي ربما كانت موجودة داخل العراق منذ أشهر تقريبا؟ مثل ما أنت قلت، كنفي رسمي لم ينفي، أنا في كل لقاءاتي أقول لا نستطيع، هذا كان جوابي. وزارة الصحة أنا ما قلت على لسان السيد، لأن إحنا وزارة الصحة لا نستطيع أن ننفي، ونزلت بيانات رسمية بالموضوع، أن ننفي أو نثبت عدم وجود السلالة، لأن ما عندنا الإمكانية التي نقول ما عندنا سلالة. ما عندنا سلالة لازم عندك فحوصات وأنت قررت ما عندنا، ولكن طيب ليش وزارة الصحة كانت تنفي ببيانات؟ المعطيات الوبائية كانت لا تبين بأن هناك ارتفاع، لم يكن هناك ارتفاع في المعدلات، وفياتنا كلش قليلة، فإذا إذا أكو سلالة وين مظاهرها؟ مظهر السلالة أو مؤشرات السلالة هو الارتفاع. عندما بدأ الارتفاع بدأ الشك، طبعا احنا طالبين هذه الكتات لكن وصلت، لان كتاتها عن طريق حديثه ومتطوره وفرتها لنا منظمه الصحه العالميه لانها شحيحه في العالم، وصلت حديثا قبل يمكن اسبوع، وراسا بادرنا باجراء الفحوصات وظهرت هذه السلاله. فلم يكن نفيا حقيقه بقدر ما هو كان نفيا لعدم قدرتنا على تشخيص هذه السلاله. طيب سياده اللواء، مع بدء الحظر في ساعات الأولى، ما هي أبرز الإجراءات التي ستتخذ مع بدء الساعات الأولى؟ يعني إحنا هذه الإجراءات هي ليست بالجديدة، وإنما سبق وإن مرت على القوات الأمنية واستمكنت من التعايش مع هذه طيلة الفترات الماضية بالحظر الكلي والجزئي. لذلك الموضوع راح يكون سلس
وما راح تكون مشاكل أو معوقات راح تعترض عمل الأجهزة الأمنية. يعني الاستثناءات هي نفسها التي كانت سابقا تخص الفئات المشمولة بالاستثناءات، القوات الأمنية، الإعلاميين، أكو قضية وزارة الصحة. سيادة اللواء، هذه الاستثناءات يجب أن تكون معرفة أو مرخصة من قبل وزير الصحة، هنا شو راح تتعاملون مع هذه الاستثناءات؟ يعني الحقيقة هنالك اجتماعات مستمرة واتصالات مع وزارة الصحة نشوف كيف راح يكون هنالك اعتماد لهذه الآلية. احنا في الفترات الماضية يعني في فترة الحظر السابقة كانت هذه الفئات المشمولة بالاستثناء فئات بأعداد كبيرة، يعني اليوم نتكلم عن نقابة الصحفيين فيها 60,000، والقوات الأمنية أيضا أعدادهم كبيرة، والعاملين في وزارة الصحة أيضا أعدادهم كبيرة. البعض يلجأ أو البعض يعني يقوم ب يعني يعني الذهاب والتجوال خارج نطاق العمل، يعني نقدر نقول هذا الموضوع فد رقم تقريبي 3-4 مليون مستثنى من هذا الحظر تقريبا. ما اقدر احصر الرقم، لا اعتقد هذا يعني القوات الامنيه كم القوات الامنيه بالعراق لا تتعدى المليون، يعني بين داخلية دفاع أكثر. سيادة اللواء دكتور داخلية دفاع، أنا أريد أوصل للمعادلة، داخلية دفاع، عندنا وزارة صحة، عندنا استثناءات إعلاميين، من تجي تجمعها يكون الرقم كبير. طيب بهاي الحالة شنو فائدة الحظر علميا دكتور؟ الحظر ليس إذن أكو تحرر، الحظر أكو حشود متقاربة فيما بينها. لا يتألف من هذه الاستثناءات حشد، لا يمكن أن يتألف حشد من هذه الاستثناءات. هذه الاستثناءات للذهاب إلى المهام الوظيفية لهذه الفئات، راح يلتقون بدوائرهم، خلي يلتقي، احنا خب الدوائر جاين داون و50% بس نقلل. احنا الذي نخشى منه التجمعات، وين تصير التجمعات؟ تصير التجمعات بالمولات، الأسواق، من زيادة الأعداد الخارجة. يعني هو الحظر تأثيره غير مباشر لمنع هذه التجمعات. دكتور أنا أريد أخذ المعلومة العلمية من عندك، أنا أريد أستفاد من وجودك. شنو فرق المول عن دائرة بوزارة؟ شنو فرق الدائرة؟ تدري الدائرة أولا طريقة لا توجد تجمعات مثل التجمعات، يعني غرف محدودة، موظفين، الموظفين هناك إدارات، وبالفعل احنا قللنا 50% من الموظفين. طيب. حتى نقلل نصف العدد. طيب. يعني الغرفة اللي بيها 4 سيكون فيها 2. هذا هم تقليل. المول ما عندك القابلية أنت تقدر عدد الدخول، عندك قابلية منقل. فالأمر وما أغلق، يعني الأمر الأسهل هو أن نغلق هذا. وثانيا المول ليس مثل الدائرة بأهميته، الدائرة تتعطل مصالح الناس، يعني احنا نراعي كل، ولذلك حتى الحظر، يعني لو تريد الرأي الشخصي الآن، الرأي الشخصي كل المؤشرات الوبائية تستدعي حظر تام، لكن حظر التام سيلقي عبء على المواطن. فإذا ما لا يدرك كله لا يترك جله، فإذا احنا خلنا نكتفي بحظر مسائي، وحتى صار التعليق على الحظر المسائي، هل الكورونا هي بالمساء؟ المؤشرات الوبائية تدفع أو تستدعي لحظر تام، يعني الوضع الصحي بالعراق عندنا خطر. لا مو الوضع الصحي، الوضع الوبائي، يعني أقصد يعني الوبائي بسبب الفيروس. اي هذا إذا أنت وقائيا الآن حظر عام تقف تقلل من انتشار العدوى. احنا خلينا نقول الحزمة الأولى حظر جزئي مع ثلاثة أيام حظر عام، انت لا تنسى الآن الجمعة والسبت والأحد حظر تام، يبقى 4 أيام فقط لدوائر الدولة لتقوم بمهامها، لأن كثير من مصالح واضح. إذا لا سمح الله ارتفع المعدل إلى ارتفاع خطير الذي نتنبأ منه أو نتوقع منه أن تزداد الإصابات فوق قدرة مؤسساتنا الصحية، لأن أنت عندك المعيار قدرتك العلاجية في مؤسساتك الصحية وتوازن بين عدد الإصابات وبين قدرتك. إذا وصل حتى أن هناك خطورة على قدرتك، لأن القدرة العلاجية إذا انخفضت ستؤدي إلى زيادة بالوفيات، عند ذلك سوف نذهب إلى كل الخيارات التي تقطع انتشار حظر العام، قطع الحركة بشكل تام للمواطنين، وتجمع ينتهي، لأن تجمعات هي التي تنقل. تقصد إقفال عام؟ يعني إقفال عام، وجاء يصير في أكثر البلدان يمكن الأوروبية الآن، بالنسبة إلى بريطانيا وألمانيا، وهذا طبعا راح يساعد في نقل، في تقليل انتقال العدوى ويقلل ان لم يقل الاصابات. تقصد به حتى الاستثناءات تلغى؟ يعني
تحدد إلى درجة كبيرة. يعني تتذكرون يمكن الاستثناءات التي ظهرت ببداية الوباء العام الماضي كانت محددة للأشخاص الذين لديهم مهام، يعني حتى كوادرنا الصحية يكون يطلع، يعني يكون عنده مهام عنده خفارة، مو يعني لأنه هو طبيب أو هو ممرض يكون يطلع بالليل براحته هو، لا يكون عندك مهام تحدد. كذلك القوات الأمنية، يعني القوات الأمنية صحيح كثير بس هم كلهم عندهم مهام في ذلك اليوم، فهاي تحدد أيضا. وقلت لك أكرر دائما هو الحظر ليس أنه نقطع الشوارع وتقيم، هو الحظر أن تمنع هذه التجمعات البشرية. التجمعات البشرية من تقيد الحركة تمنع. شوف المولات ما إذا المطاعم تبقى نغلقها فقط هي بدون حظر ما تنغلق، يعني لازم فرق صحية تطلع على المولات، لكن المطاعم عندما يكون حظر لا يوجد زبائن هو يغلق اوتوماتيكيا لأن لا يوجد زبائن. سيادة اللواء، اليوم 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 المواطن يعني ناقم على قضية الحظر، وهذه النقطة أنتم كقوات أمنية إطلاقا لا تحسدون عليها، كيف ستتعاملون مع نقمة المواطن تجاه الحظر؟ هو بالتأكيد يعني احنا حتى هذا الآن الحظر هو حظر جزئي، أي بمعنى الأشخاص الأكثر تضررا من الحظر هم الناس اللي يعتمدون في قوتهم اليومي على الأعمال اليومية، وهؤلاء راح يكون عندهم عمل والحظر راح يكون بعد الساعة 8 حتى الصباح. كل ناس تقول لك أنا أشتغل بي. صحيح صحيح نعم، هو بالتأكيد الكثير من الفئات راح تتضرر من جراء هذا، لكن قد تكون هنالك إجراءات أكثر مثل ما تفضل الدكتور، قد يكون هنالك حظر تام للتجوال. وهذا طبعا احنا بالنسبة للقوات الأمنية تنفذ التوصيات التي تصدر عن لجنة الصحة والسلامة الوطنية، وهي بدورها تصدر قراراتها بناء على توصيات أو تحذيرات اللي تطلقها وزارة الصحة اللي بدورها تعتمد على الأرقام تصاعديا أو تنازلا، ولذلك الموضوع هو بيد المواطن. يعني المواطن إذا ما التزم بهذه التوصيات راح يكون هنالك قلة بهذه الإجراءات، أما إذا لم يكن هنالك التزام فإحنا راح نذهب إلى موضوع الارتفاع الأرقام وزيادة بالإجراءات. لذلك هذا الموضوع هو بيد المواطن، إذا كان الالتزام كبير وقدرنا نقطع سلسلة الانتشار ونسيطر ونحد من سرعة الانتشار فراح يكون هنالك بالتأكيد تقليل في هذه الإجراءات. سيد خالد، اليوم وزارة الداخلية مستعدة للإقفال التام اللي يتحدث عنه الدكتور رياض؟ يعني احنا نتكلم عن وزارة كبيرة وواسعة والأجهزة الأمنية اليوم تمتلك القدرات يعني ما يمكنها هذا الشيء، وبالتالي يعني هذا الموضوع احنا ما نتمناه بصراحة. يعني الموضوع في الفترة الماضية كثير من الفئات عانت منه، واحنا في وزارة الداخلية يعني سجلنا العديد من يعني كثير من الجرائم ارتفعت، يعني خاصة قضايا العنف الأسري، القضايا النفسية، الوضع الاقتصادي بشكل عام للكثيرين تأثر كثيرا بهذا الحظر. لذلك احنا دائما نحاول ندفع المواطن باتجاه تنفيذ التوصيات، وهي كلها توصيات بسيطة. يعني موضوع ارتداء الكمامة ما راح ياخذ من المواطن شيء، استخدام المعقمات، وبالتالي هو يعني حتى خلي يفكر انه ما يكون وسط ناقل لموت احد افراد عائلته. يعني قد كثير من الشباب يقول لك يعني صار بي الوباء وعبرني، لكن مثل ما تفضل الدكتور يكون وسط ناقل قد يؤدي إلى وفاة آخرين. صحيح سيادة اللواء أنه الحظر التام كان من أهم الأسباب في ازدياد حالات التعنيف الأسري؟ نعم بالتأكيد، يعني احنا سجلنا نسب ارتفاع في هذا الجانب، لأنه يعني طبيعة يعني التغيير في المنظومة الأسرية، يعني لما الزوج والزوجة يبقون فترات طويلة يعني تحصل بيناتهم احتكاكات قد مشاحنات معينة، فلذلك لمسنا يعني كان هنالك ارتفاع في معدلات العنف الأسري.
يعني ما أعرف للأسف. خليني أرجع لك دكتور رياض، يعني نتحدث بإطار الإغلاق العام، متى يعني نحط فرضية مثلا، متى سيكون مطروح فرضية الإغلاق العام مثلا كسقف زمني آذار نيسان لوشن؟ لا طبعا مثل هذه القرارات تعتمد على الموقف الوبائي، احنا ما نقدر نحدد. واريد انوه بانه مثل القرارات حتى هسه الحظر، هذه الاجراءات يمكن انتم شفتوها محدده باسبوعين، احنا ما نلقي اجراء مفتوح اسبوعين. لماذا اسبوعين؟ دائما نقول اسبوعين لان هي فتره الحضانه للفيروس اسبوعين، فاحنا نقول اسبوعين نقف لنقطع انتشار العدوى، بعدها القرار يعتمد على الموقف الوبائي، ربما نخفف الاجراء، ربما نمدد نفس الاجراء، ربما نشدد الاجراء، يعتمد على الموقف الوبائي الذي حدث، وما يعتمد على موقف وبائي اليوم. عاده احنا الان نسجل اسبوعيا، نجمع الحالات لمده اسبوع، لذلك على سبيل المثال الاسبوع الماضي احنا الاسبوع الوبائي المعلومه يبدا من الاثنين وينتهي الاحد. الاسبوع الوبائي الاسبوع الوبائي الذي انتهى يوم 14 عدد الاصابات تقريبا ضعف عدد الاصابات في الاسبوع الخامس، هذا الاسبوع السادس انتهينا منه امس. الاسبوع السادس عدد الاصابات تجاوز ال 15800 بهالحدود في الاسبوع، الذي يساوي ضعف الاسبوع الماضي الذي سجلنا به 8000، يعني تقريبا الضعف، لم يبلغ الضعف. هذا العدد لا زال في اسبوع ممكن، اذا كان يتسارع هذا كان يكون مثلا في اسبوع ثلاثه اضعاف نسجل لا سمح الله، او اكثر من ثلاثه اضعاف، ونشوف الوضع ايضا الوفيات في تزايد عند ذلك، لانه نريد نحمي المجتمع ونريد نحمي مؤسساتنا من الانهيار، نريد نحمي الوضع العام في البلد. بعد هذه المعادلة إذا ازدادت الإصابة إلى الدرجة المخيفة بنهاية نيسان أو آذار سيكون هنالك إغلاق عام في أي وقت، ربما مو بنهاية آذار، ما بداية آذار، نصف آذار، نهاية نيسان أو مايس، احنا ما ندري، لكن احنا المؤشر هو الوضع الوبائي، الوفيات والحالات الإصابة. فاد الحظر الجزئي أو المناطقي أو الحظر العام اللي طبق التجربة السابقة، التجربة السابقة كم فادت في الحد وتقليل عدد الإصابات؟ والله خلينا نكون صريح وياكم، لا لم يطبق حظر بالمعنى الحظر الذي أدى إلى ثمرة، هو غير الحظر الأول من 17/3 إلى تقريبا 22/4/2020. هذا الحظر صحيح كان حظر، طبعا أعتقد هو كان في بداية الأزمة والكل متخوف، المجتمع أيضا متخوف، فصار يعني حقيقة التزام من الطرفين، من القوات الأمنية وحفظ الشارع، ومن التزام المواطن، يعني احنا شفنا مواطنين أصلا ماكو بالشارع، فهذا كان الحظر. بعد ذلك أنا أعتقد الأسباب ضاق على المواطن، يعني خاصة المعيشة، الثقل، العبء الاقتصادي على المواطن صار كبير. بعد الشهر فرضت إجراءات حظر لكن لم تنفذ بالشكل المطلوب. بخصوص الحظر، منو كان صاحب قرار الحظر؟ منو أصر على هذا الحظر؟ بعض المعلومات لا نعرف دقتها. حظر الآن؟ حظر الآن. لا، بعض المعلومات لا نعرف دقتها، تقول حتى السيد رئيس الوزراء السيد الكاظمي هو بالضد من هذا الحظر. لا بالعكس، يعني كان توافق كامل تقريبا داخل اللجنة العليا للصحة والسلام الوطنية حول اتخاذ إجراءات، لأن لا بد منها، اتخاذ إجراءات صارمة في هذا الوقت نتيجة هذا التزايد السريع في أغلبية. لو إجماع صار بقرار، أنا لست عضوا حقيقة في اللجنة، المعلومات المتوفرة لديك، بس أنا المعلومات اللي عندي يعني بصورة تقريبا شو الأغلبية بأنه مع الحظر. نعم كان هناك بعض الأعضاء ربما لديهم مشاريع تتوقف، حرصهم على ديمومة المشاريع الخدمية ربما كان عنده وجهة نظر، لكن بالنتيجة هي المدة أسبوعين قابلة
للتجديد فيما إذا استمر الوضع الوبائي لا سمح الله بالتسارع. طيب سيادة اللواء أكو هواي لغط صار بالحظر المضى بخصوص استثناء الإعلاميين، شلون راح تتعاملون مع هذه القضية بالشكل اللي يجنبنا إحنا الإعلاميين ما حدث في الحظر السابق، لأن هواي إعلاميين عانوا خصوصا أكو ما أعرف يعني تعرف أكو يطلع لباج من نام من نام ويقوم يمشي بالشارع، هذا شلون راح تتعاملون وياه؟ نعم يعني بس عندي مداخلة يعني على الموضوع اللي الحظر، هو الحقيقة يعني الحظر الجزئي سواء أو الحظر الكلي هو ليس باكتشاف عراقي، يعني هو إحنا مجرد نحاول نستفيد من تجارب دول سبقتنا في هذا المجال ونجحت به، وبنفس الوقت نحذر من بعض الدول اللي حصل بيها انتشار هائل وانهارت منظوماتها الصحية، وشفنا كثير من دول العالم هنالك دول التزمت وقدرت تتجنب نفسها ويلات هذا الوباء، ولذلك يعني احنا من خلال تقارير نستفيد دائما من تقارير منظمة الصحة العالمية والتجارب الناجحة لبقية الدول. موضوع الإعلاميين يعني رغم انه في الفترات الماضية يعني بعض الإعلاميين كثيرا ما يتصلون بينا يتعرضون الى مثلا يعني رفض من نقطة أمنية عدم العبور أو ما شابه، احنا نحاول نبدي المساعدة لهم ونحاول بنفس الوقت ننسق بين مختلف القطاعات يعني بين عمليات بغداد بين القطاعات الماسكة، ونحاول دائما نحدث المعلومات والتعليمات لشمول يعني جميع المؤسسات اللي حقيقة لها دور كبير في مجال التوعية. مؤسساتنا الإعلامية يعني يشاد فيها كثيرا وهي يعني تكاد تشترك مع وزارة الصحة والقوى الأمنية في أهمية التوعية والتثقيف في هذا المجال، لذلك راح يكون أعتقد هنالك آلية تسمح بحركة الإعلاميين أثناء الفترات. طيب حسب علمك راح تصدر معلومات جديدة في الساعات القادمة تخص حركة الإعلاميين؟ يعني هذا الموضوع هنالك سلسلة اجتماعات مستمرة تعقد مع الأخوة في وزارة الصحة حتى نشوف ما هي الآلية اللي راح تظهر في هذا. تحدثنا هواي بالحظر والإجراء المتبع في العراق، خلنا ندخل بالمفيد. نضيف بس معلومة أيضا للحظر، الحظر أي نسبة تتحقق من عنده هي مفيدة. طيب. يعني إحنا في كل الأحوال الشارع لا يمكن أن يكون في أيام الحظر وخارج الحظر هو نفس الشارع. أكيد راح تتحدد الحركة، أي تحدد الحركة مهما تكون نسبة 20% 30% 50% هي مفيدة تقطع انتقال. لذلك قضية شوية صار بالتواصل الاجتماعي لماذا فقط بالليل، هل الكورونا بالليل هي تشتغل؟ لا، هي احنا القدرة الآن حتى لا تأثر على المواطن نقيد حركة المواطن حتى لو 50% التي هي دكتور هذا يقلل من الانتقال. احتمال الوقت ما يسعفنا، عندنا مواضيع مهمة. تفضل. تحدثنا بالحظر، تحدثنا بعدد الإصابات، تقريبا كل بلدان العالم تسلمت لقاح كورونا، يعني الإمارات وصلت نسبة التطعيم فيها أصلا تعرف حضرتك إلى 50%، إلا العراق حتى اللحظة لا يزال ينتظر اللقاح. لماذا تأخر اللقاح بالوصول إلى العراق بهذا الشكل؟ هسه قبل لا أجاوبك حتى المقدمة اللي تقدمت بها، أولا يمكن عدد الدول هسه التي انضمت أو التي بدأ اللقاح فيها لا يتجاوز ربع عدد الدول العالمية. طيب. يعني مو كل الدول. هاي واحدة. وثانيا الإمارات نفسها التي يمكن وصلت أكثر من 60%، ما أدري نسبة الذين تم تلقيحهم، لا زالت تسجل معدلات عالية من الإصابات في الآونة الأخيرة. بس عبر ال 50% باستخدام اللقاح. استخدام. حتى ما إجانا اللقاح. حتى الآن. هسه أجي على الأسباب. كل الإجراءات الأصول اللي تقامت بها بلدان إحنا قمنا بها. وقعنا مع كوفاكس في الشهر التاسع. كوفاكس لحد الآن لم يطلق. كوفاكس هو التابع للاتحاد العالمي للقاحات، هذا كان المفترض أنه هو اللي سيطر على اللقاح ولا تكون هناك أي اتفاقات ثنائية بين الدول. لماذا؟ لأنه يعلم منظمة الصحة العالمية يعلم بأنه إذا ترك الأمر للدول فالدول الغنية هي التي تستولي على اللقاح وتبقى الدول، لذلك عملت هذا شكلت هذا التحالف لتجمع كل اللقاح
وتوزعه بشكل عدالي. لذلك للأسف قامت كثير من الدول ب نسميها الاتفاقات الجانبية مع الشركات وخفضت من مخزون كوفاكس فتأخر كوفاكس. احنا التزمنا مع كوفاكس ووقعنا مع فايزر ايضا في الشهر 12، يعني وقعنا مع كوفاكس في الشهر 9 وقعنا مع فايزر. الطلب العالمي على اللقاحات، طبعا فايزر لديها شروط تدري اللوجستية مع التوفير، إلى الآن احنا يعني أمننا الكثير منها، ولكن أيضا هناك متطلبات الفايزر ظهرت جديدة حتى الآن اليوم يطلبون دكتور من عندنا. فهذه كل الإجراءات إلى بعض البلدان، ليش ما اجى لنا داخل العراق؟ ليش هالأسباب؟ هاي الأسباب السدّ. أنا أعطيك أسباب. الأنظمة الصحية تختلف. كيف تقرر مثلاً الأردن أو الإمارات أو دول الخليج كيف تقرر اعتماد اللقاح وكيف العراق يقرر؟ إحنا عندنا لجان، هذه اللجان تعتمد على حصول اللقاح على الـ FDA والإيما. هذه الدول ما عندها لجان يعني. عندها لجان بس الأنظمة تختلف. كل يعني شلون مثلاً نظام عنده تأمين صحي، أنا عندي تأمين صحي، ما عندي تأمين صحي، هاي كلها تختلف أنظمتها الصحية كيفية اللي يعني عندنا مشكلة بنظامنا الصحي. لا ليس مشكلة، بالعكس بالعكس احنا ليس مشكلة بالعكس، هذا زيادة في دقة اختيار اللقاح. لحد الآن احنا نعتمد اللقاح الذي ثبتت علميا بأنه مفيد، وإما من الدراسات العلمية التي أجريت عليه اللجان العلمية عندنا أو من الموافقات الأصولية التي حصلت عليها. فايزر ما وقعنا وياها إلا بعد أن حصل على الإيمة. كل بلدان نظامها الصحي يسمح بأن يوقع مع فايزر قبل الحصول. إحنا ما نسمح، نظامنا الصحي لا يسمح بتوقيع اتفاقية مع شركة قبل لا تحصل على إحدى الموافقات الأصولية. أو هناك دراسات تعتمد عليها ونقدر إحنا نقرها في ذلك الوقت لا تتوفر لدى. طيب هذه الآلية أو هذه المنظومة اللي تتحدث بها، المنظومة الصحية اللي عندنا بالعراق، مو كان من المفترض يكون بها، إذا تسمح لي، يكون بها فد استثناء وتذويب لبعض النقاط لعجالة استحصال هذا اللقاح؟ سؤال أستاذ العزيز. اليابان لحد الآن لم تدخل اللقاح، لم تلقح اليابان دولة اليوم، لأن هي لماذا؟ خلنا حاجة دكتور تتحدث عن يابان، لا عن لماذا لا يعني لدقة، لا لدقة يعني إحنا ضرر اللقاح لا سمح الله لا أدخل الله ممكن يكون أكثر من نفس الفيروس، فإحنا نريد نأمن هذا الجانب بشكل كبير حتى أنا أدخل اللقاح. وبالفعل إحنا باشرنا، لكن كثير من المتطلبات الوثائق لحد الآن متأخرة بينه وبين فايزر. فايزر وعدتنا إن شاء الله بنهاية هذا الشهر أنه زودنا حسب الكتب، طلبت هسه من عندنا وثيقة أخرى وأيضا وثيقة ما نقول تعجيزية ولكن ستتأخر، يريدون عدم الممانعة من قبل البرلمان باستخدام يعني الحماية المسؤولية. إحنا أعطيناهم حماية من قبل مجلس الوزراء، هم لا يكتفون بمجلس الوزراء، يريدون من البرلمان. وأنت تعلم أن اليوم إحنا إذا نذهب إلى البرلمان لاستخراج هذه وثيقة الحماية من المسؤولية والتعويضات، هذه أيضا ستؤخرنا. الآن مفاوضات بيننا وبينهم في إما بين من وبين من؟ بيننا وبين فايزر، شركة فايزر، إما أنه هذا الشرط. شنو الشرط؟ أنه نحصل لهم وثيقة بتشريع للحماية من المسؤولية والتعويضات. هذه كانت الوثيقة تعطى من قبل مجلس الوزراء وليس من البرلمان. الآن هم يريدونها البرلمان. هذه إذا ألحت عليها فايزر أيضا ستؤخر دخول اللقاح. وإحنا حكينا وياهم البارحة وعندنا اجتماعات معهم، يعني لازم نرفع طلب إلى البرلمان والبرلمان يصوت على هذه الوثيقة التي يجب أن نعطيها إلى فايزر. هذه هي الحقيقة. الطلب العالمي سينوفارم أيضا لدينا شحنة إن شاء الله خلال هذا نهاية هذا الشهر تدخل. هذه كلها يعني هي الأسباب التي جعلت يتأخر العراق. طيب سيادة اللواء، راح تشترك قوات أمن أخرى مثلا من غير الجيش الأبيض؟ يعني احنا شفنا بالحظر اللي مضى نزلت أصلا يعني الجيش بالحظر السابق، الجيش العراقي نزل في الشارع ببعض المناطق. اليوم هذا الحظر راح يقتصر فقط على قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، لو شنو هنالك جهات أخرى ستشترك؟ لا، الحقيقة هي القوات الماسكة للأرض هي اللي راح تنفذ هذه
الإجراءات يعني ما عندنا قوات إضافية، يعني قواتنا موجودة ولديها الجاهزية والقدرة لأن تتعامل مع أي موقف كان، حتى لو كانت هنالك احتمالات لا سامح الله يعني تتمكن أنه من تعالج هذه المواقف. بخصوص التعامل مع أي موقف، راح يكون لكم يعني حفاظا على صحة المواطن طبعا، قبل لا أسأل السؤال، بدافع الغيرة على المواطن راح يكون لكم تطبيق لهذا لفرض الحظر حتى لو لزم الأمر أن يطبق بالقوة؟ هو بالتأكيد هو التطبيق يكون بالقوة، لأنه مبدأ الحبس أو الغرامة هو مبدأ يعني تفرض القوات الأمنية وتمنع أي شخص يتجول بالشارع خلافا للتعليمات، لكن الغرض هو الرئيسي هو حث المواطنين وإلا مو معاقبة المواطنين. ولذلك أشوف في الفترات الماضية القوات الأمنية أعلنت عن أرقام كبيرة من للأشخاص اللي تم يعني إلقاء القبض عليهم وإيداعهم التوقيف وعرضهم للسادة القضاة التحقيق، لكن الموضوع هو كل دول العالم اليوم تكاد تشترك بهذه القضية. يعني اليوم احنا نشوف في أغلب دول العالم قوات الشرطة تمارس نفس الدور في حالات المنع، في حالات المحاسبة على الكمامات. كثير من الإخوان يعني اللي سافروا إلى دول الخارج شافوا أنه أكو تجديد وصرامة في استخدام الكمامة، يعني أكو دول نهائيا ما تشوف بالشارع واحد إذا ما يرتدي الكمامة، هنالك غرامات وهنالك يعني إجراءات صارمة بهذا المجال. لذلك أعتقد إحنا راح نركز على هذا الموضوع أكثر من يعني يعني بقية الإجراءات. طيب دكتور، هل هناك تحديث على قائمة المشمولين بهذا اللقاح؟ نتمنى أنه يوصل بعجالة إن شاء الله. آخر ما سمعناه أنه المشمولين هم الصحة، الأمن، كبار السن والإعلاميين. أعتقد إحنا هذه الفئات هي التي شملت في معظم دول العالم، يعني هي الفئات التي ذات الخطورة نحن نسميها العالية، هي الكوادر الصحية، يعني هاي بالتماس نريد نقلل من عدد إصابة من الإصابات بينهم والوفيات حتى تبقى الخدمات الصحية تقدم بشكل متيسر للناس. القوات الأمنية تدري الوضع الأمني وفي العراق يجب أن تكون ضمن الأولوية، وأيضا ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن، لأن نسبة الوفيات في هؤلاء أكثر من نسبة الوفيات، حوالي 67% من الوفيات هما ضمن كبار السن، ونفس النسبة تقريبا بين في ذوي الأمراض المزمنة. فأنت احنا نبدأ بذوي الخطورة الذي تشهد فيها وفيات عالية، إضافة إلى أضيف الإعلاميين نتيجة هالحركة أيضا نريد نحميهم من طبعا. وكل هذه الصفات الفئات سواء الإعلاميين الأمنيين والكوادر الصحية إذا جتنا الكميات أيضا قليلة لا تكفي، نبدأ بذوي الخطورة منهم الذين يعني منه الأعمار الكبيرة منهم وذوي الأمراض المزمنة نبدأ. إذا أجت اللقاحات وبدأت تزداد أبدأ نذهب إلى الفئات الأخرى. طيب يعني ما هي أبرز التحديات والمشاكل حسب علمك اللي راح تواجه العراق بقضية التطعيم بعد وصول اللقاح؟ هل هناك خطة متكاملة لتجاوز أي إشكالات محتملة بهذا الإطار؟ إن شاء الله. يعني الحقيقة عندنا فريق عمل دؤوب ولجان علمية صار لها أكثر من 3 إلى 4 أشهر تعمل في وضع خطة متكاملة والآن إحنا في طور. هذه الأسبوع بدأنا بتدريب الكوادر على هذه الخطة، حددنا منافذ الصرف. طبعا تدري اللقاح مختلف، لقاح فايزر يختلف عن لقاح استرازينيكا. لقاح فايزر يحفظ بدرجة حرارة ناقص 70 أو 80، هذا سيكون فقط في المستشفيات لأنه الثلاجات أيضا ستنصف فقط المستشفيات التعليمية فقط، ومنفذين أو أكثر 3 في كل محافظة، لأن المستشفى يكون أولا التيار الكهربائي أغلب المستشفياتنا بها خط حرج والتيار الكهربائي متواصل حتى نأمن على اللقاح. ثانيا طريقة إعطاء أيضا
يجب أن تكون من قبل الكوادر الطبية والصحية وقريب من الطوارئ. لقاح أسترازينيكا، أسترازينيكا لقاح سينوفار، هذا مثل اللقاحات اللي عندنا الموجودة بالمراكز الصحية، فهذه تنشر على المراكز الصحية، تحددت المراكز الصحية. طيب. وأيضا الآن إحنا في صدد وضع نظام إلكتروني إذا تمت التساهيل نسوي حتى يكون الحجز للمواطنين عن طريق النظام الإلكتروني. صحيح أنه يعني ما أدري إذا كانت المعلومة متوفرة عندك دكتور أنه أغلب السياسيين العراقيين ملقحين بهذا اللقاح؟ والله ما أنا لم يردني شيء من هذا القبيل بعد ما أدري. أنا بالنسبة لي شخصيا ما عندي علم بهذا الموضوع. طيب سيادة اللواء، وين تصطدم جهودكم بفرض حظر التجوال؟ صحيح أنه أكثر يعني ما يكون إحراجا لكم كقوات أمنية هي المناطق الشعبية بخصوص الحظر؟ يعني في الفترات الماضية كانت هنالك تفاوت في نسبة الالتزام طبعا للمناطق، يعني المناطق الشعبية تختلف عن بقية المناطق، وتبعا لفترة يعني الوباء، يعني كانت في الفترات الأولى التزام أكثر مما بعدها من مراحل. ومثل ما تفضل الدكتور وفسر الموضوع أنه كثير من الناس مل من هذا الموضوع، ويعني ما قدر يتحمل أكثر، ولذلك صار هنالك نوعا ما تجاوز على هذا الموضوع. لذلك التفاوت هو يعني موضوع إلى أسبابه طبعا. يعني احنا نشوف المناطق الشعبية اللي في بعض الأحيان يعني مساحة الدار تكون ضيقة، أعداد العوائل تكون أعداد كبيرة، وهكذا هذا الموضوع يكون أصعب مما في بعض مناطق الكرخ والدور الواسعة والمناطق الواسعة. طيب. شنو خططكم لتفادي هذه الخروق بمثل هذه المناطق الشعبية؟ يعني احنا نركز على منع التجمعات، لان هي السبب يعني الرئيسي في موضوع انتقال الفيروس. ومن ثم بالدرجه الثانيه راح يكون هنالك هذه المره محاسبه الاشخاص اللي ما يرتدون الكمامات. يعني نامل انه من خلال راح يكون جهد مشترك مع وزاره الصحه بمحاسبه الناس من جهه، ومن خلال الحملات اللي راح نطلقها، حملات التوعيه والتثقيف، ومن خلال وسائل الاعلام والرسائل اللي نوجهها انه هذا الموضوع مهم جدا، ويكاد يكون اهميته اكثر من اهميه اللقاح نفسه. يعني بموجب التقارير الطبيه الكمامه يكون نسبه يعني الخلاص من الوباء اكثر حتى من نسبه اللقاح. جيد دكتور، تجاوزنا اليوم حالة نقص الأكسجين عندنا بالعراق لو بعدنا نعاني من هذا الموضوع؟ لا الحمد لله، يعني تطورت وتقدمت القدرات العلاجية خاصة بصورة كبيرة، يعني عن الماضي العام الماضي عدت يعني الطاقة الأكثر اليوم من وصلت إلى أكثر من 2000 الطاقة الاستيعابية للأكسجين السائل، ومعامل الأكسجين أنشئت، والآن في طور أيضا إنشاء معامل الأكسجين. أعتقد مشكلة الأكسجين لا تكون مشكلة في الوقت الحاضر، إلا احنا دائما حتى علاجاتنا الآن، احنا علاجاتنا مستلزماتنا جيدة، ولكن هذه أيضا مهما عززناها أيضا لمستوى معين محدد، ما ممكن يعني إذا عززناها لاستقبال اليوم 10,000 فإذا صاروا 12,000 سنكون هناك طبعا تلك بتقديم الخدمة. احنا عززناها إلى درجة وفرنا أسرة أكثر من 10,000 سرير إضافي لأسرة كورونا، مختبراتنا زادت بحدود، وشفت الارتفاع في عدد الفحوصات وصل إلى حتى 40 وإلى 50 في أحد الأيام، لكن هذه أيضا لنسبة معينة من الإصابات. فإذا زادت الإصابات ما ممكن احنا نسيطر على كل الأعداد المحتملة. لذلك احنا اليوم من خلال برنامجكم وإن شاء الله أنتم يعني بذلتم جهدا كبير في السنة الماضية، الآن نريد جهدا أضعف الحقيقة، لأن هذه السلالة لا نعلم مداها. بخصوص السلالة الجديدة
ما علاقة السلالة الجديدة بإصابة الأطفال؟ شنو هاي المعادلة المخيفة اللي أربكتنا؟ اكتشفه الحقيقة الملاحظات السريرية عند البلدان التي سجلت فيها هذه السلالة، بأنه طبعا هم الأطفال مو ما ينصابون بالسلالة القديمة، كانوا ينصابون بس أعراض ما عندهم. الآن هذه السلالة يبدو بأنه تؤدي إلى الأعراض أكثر عند الأطفال، لذلك كان هذا هو تحذيرنا للحقيقة للمواطنين بأنه هذه السلالة أسرع انتشارا. هسه لم يثبت أنها أفتك، ولو في بريطانيا قالوا بأنه أفتك يعني أكثر أيضا فتكا بالمرضى، لكن هي الثابت هسه أسرع انتشارا، انتقالها يكون سريع، لذلك يحتاج تأكيد على الالتزام بالإجراءات وخاصة ارتداء الكمام. إذن الدكتور رياض الحلفي مدير عام الصحة العامة بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لتواجدك وإيانا في هذه الحلقة. اللواء خالد المحنة الناطق باسم وزارة الداخلية، شكرا جزيلا أيضا. الشكر لكم أيضا مشاهدين الأكارم لحسن إصغائكم والمشاهدة، في أمان الله.